السلام عليكم، معكم ايوب بيتر. فيديو جديد. العالم جوردان بيترسون اللي مرفنا هضر لكم عليه دار واحد الاستقصاء هكذا وواحد الدراسات هكذا على واحد الظاهره شافها باللي تتعاود بزاف، شافها مثلا في الانجيل، شافها في قداه كتاب اللي الناس يتاثروا بها. صح، هي هذه الحاجه، هذه هي فلسفه الخير والشر. يعني شاف باللي لو كان ما يكونوش هاد العفيس في جوج مع بعض كاين، الناس ما تنجذبش للحاجه. يعني المجتمع والله اي بنادم يحب يحقق هاد العفيس في حياته ولا يحب يشوفهم مهما كان الثمن. مد اكزومبل بواحد الكتابات وواحد لا سيري معروفه للناس كامل تقريبا شافتها، اللي هي لا سيري تاع هاري بوتر. هو هضر على الكتابات، ما هضرش على الفيلمات. في الكتابات قال باللي هذا الكتابات هذو ما نجحوش فقط لانه هاري بوتر، نجح لانه قدر يأصل بزاف هذا الفكره تاع الخير والشر، كيفاش مقسومين وكيفاش بيان يعني مفروقين وباينين ها وراهم، وفيهم عقد بيان سور، ماهيش سامبل، ماهيش بتيك البساطه، ولكن بيان. قال بلي هذا الكاتبه تاعو اللي كانت ما عندها والو، بروك، ما عندهاش دراهم منها، ما لحقتش 7 مليار دولار غير من الكتابات. باطل هكذا شو زعما لحقتها ظهر. هذا الفلسفه انه مثلا المجتمع والله الانسان يحب ديما هكذا، يحب يشوفهم كاين قدامه، حتى ولو كان ما كانش هكذا يشوف غير في جهه واحده، لازم يخلق الكوتي الاخر. مثال لو كان نشوفوا مثلا واحد في المجتمع هكذا والله بنادم هكذا ناس ملاح مثلا، هذا بنادم ناس ملاح المجتمع والله اي بنادم هكذا يحب يخرج منه هذيك الحاجه اللي مش مليحه، يحب يقلق ويحب يشوف كته يتنرفع، تسمى لازم يخرج للجانب الاخر باش يقدر يرتاح. والعكس صحيح، كيما راكم تلاحظوا قداه المرات صرا انه واحد قبيح مثلا تولي تحوش له شغل زعما على الجانب الايجابي فيه، يا تباك تلقى له الجانب الايجابي باش ما تشوفش باللي هو شر مطلق وتسيي تجبد له مثلا الحاجه الايجابيه فيه. وهذه الحاجه انتقلت ثاني كي جات التلفزيون والله الفيلمات، هذه الحاجه مأصله. كيفاش تأصلت المشكل؟ انه فلسفه الخير والشر تحطت في دي كاتيجوري من الناس، يعني ديريكت واجدين، حطوا باللي الاغنياء هما الاشرار والفقراء هما اللي ناس ملاح. مشات هذه الفكره مع الوقت. كانوا تلاحظوا مثلا في الفيلمات ديما يوريك هكذا ولد واحد ريش هكذا والله واحد ريش ديما شغل مش ناس ملاح ويكره الناس كل وهو حاسب روحه الفوق، بالعكس زعما يديروا طفله زعما تطيح في واحد زعما زوالي ويوريو لك باللي هذا يعاون امه وهذا راه بيان وشغل ما عندوش دراهم برك، انه الدراهم يفسدوا، لكن هو ناس ملاح. شغل زعما يولي الريش هو الشرير، ولكن الزوالي والله اللي ما عندوش دراهم هو اللي يولي ناس ملاح. ومشات هذه الفكره وهضر عليها روبرت كيوزاكي في الكتاب تاعو ثاني، قال بلي كاين دوك في المجتمع انه كاين اتيتود اغينست ذا ريتش، يعني كاين دوك ولا واحد كيولي عنده دراهم برك يولي فيه يشوفوا فيه مش ناس ملاح، ممكن يقولوا له تسرق، كاين هذاك في المصطلح في الدار يقول لك هذه دارتها لاخته قدا. نعرف زعما جراند كاردون هذا ثاني انفستيسور وانتربرونور كبير، قال بلي حتى وصلت لفريك نولي ريش وعندي الدراهم بزاف باش عرفت باللي علاش كانوا لي ريش من بكري يخبيو واش راهم يديروا دراهمهم راهم يروحوا ما يحبوش يبينوا. قال باللي فهمت باللي من كثره النيجاتيفيتي والله السلبيه اللي المجتمع يمدها على كونتر هذا الريش فقط لانه ريش، يعني النيجاتيفيتي خرجوها فيه، انت ماكش ناس ملاح، مد دراهمك كامل والله ما بيش واش دير، المهم لازم انت ماكش ناس ملاح. واحكموا هذه الفكره. اللي تبعوني في الانستغرام درت لكم واحد ستوري اللي هي هذه، درت لكم واحد اللقطه من فيلم لا كازا دي بابل. هذا مثلا اللي ما يعرفش لا كازا دي بابل، هما مجموعه من الناس لمهم واحد البنادم سما راحوا البروفيسور باللي حابين يدخلوا للمركز تاع الدراهم، يعني وين يطبعوا الدراهم ويطبعوا الدراهم ويديهم يعني يسرقوا البلاد. في هذو هذا البروفيسور كان واحد اللقطه هو وهذيك راكيل، يعني ما يهمش راكيل في الحكايه، الناس تخلطت لهم كانوا يدريوا اني نحضر على متلازمه ستوكهولم وهي ماهيش، قلت لهم فيكتور مونتاليتي مش متلازمه ستوكهولم. في هذا اللقطه قال باللي البنك الاوروبي داروا واش رانا نديروا حنا، دار هكا شتات خطرات، وعلاش حنا اللي سماونا الباد وهما زعما نورمال، يعني حط داروا واحد العفسه اللي كاينه معروفه اللي اسمها فيكتيم مينتاليتي. فيكتيم مينتاليتي هذه واش هي؟ انه البنادم يولي يحس روحو باللي هو ضحيه، يعني يدخل في واحد الرول اللي بما انني الضحيه انا اسما انتم اللي غالطين وانا راني صحيح، يعني ندي الرايتس تاعي ولا ندي الحقوق كيما نحب، يعني ندير واش نحب ليه لانني ضحيه. هو برر هذا الفعل تاعو لانه الاخرين داروا، تسمى لا ما حكمتهمش وحكمتوني انا. لو كانت لاحظوها ثاني ترى في كي تكونوا في الكلاسه مثلا هكذا في المدرسه انه كيكون الهرج هكذا، ولو كان يحكمك انت البروف وتقول الاخرين كلهم يهضروا اللي حكمتني غير انا، هنا انت دخلت ثاني في منطلق الضحيه، ما قرا بالك بلي حاجه غاطه راكم ديروا فيها كامل شغل تغيظك علاش تتحاسب غير انت. واش دخل هذه في هذه؟ ظاهره الزوالي اللي خرجت مؤخرا كيفاش ديات؟ انه الزوالي هذا والله مصطلح الزوالي هذا خرج على ناس ماشي فقط انهم ما عندوش دراهم،
دراماها واحد الكاتيجوري من الناس اللي تقدر تقول ما عندهمش درام، ولكن في الحقيقه هما ماهوش افير ما عندهمش درام. تلقى ممكن عنده كونيكسيون، تلقى ياكل يشرب نورمال عادي، انسان عادي مسمي روحو زوالي نورمال، مع زوالي بصح شي صباطه 500000 نورمال مسمي روحو زوالي. هذا حط روحو الفيكتيم مينتاليتي ولا الضحيه، ندير واش عادي ما نتحاسبش، ندير اللي نبغي، نتحرش نضرب نقتل، كون يحكموني انا لا ما حكمتوش الاخرين. كيفاش راه كيفاش هو يشاور على الاخرين؟ الاخرين لانه النقطه الاولى الخير والشر، لي رول مقسومين، الخير هو الزوالي هذا، والشر هما للناس الاخرين. يعني الناس الاخرين هما الاشرار هذو اللي عندهم درام، انا ما عنديش درام، سما انا هو تاع الخير، انا لازم انا مليح. ويزيد لك الفيكتيم مينتاليتي، سما ولا عنده زوج يولي يدير واش يحب ويحس روحو بلي هو تاع الخير. يعني شوف الكارثه اللي توصل ليها كي تكون عندك هذه الظاهره، وهذه الظاهره مشكل تتحير، تقول كيفاش ليه ما يحاربوهاش، يعني ليه ما يقولوا لهمش ما كان ليه، يعني غلط من لقاوها التجار واللي يديروا الماركتينغ لقاوها باللي تساعدهم. لو كان تلاحظوا دوك شوفوا قهوه مثلا، شوفوا حانوت، تلقى مسمي روحو الهضره هكذا الزوالي، انا تاع الزواليه، انا نبيع غلا الزوالي، شغل خدم كاتيجوري تاعو لهذا الزوالي اللي قادر يشري. يعني تيماجيني هذا ما ولاش مافير تاع ما عندوش درهم، انه انت راك مع الخير وانت دير واش تحب وروح تشري عندي، سما انت راك بيان. في نهايه الامر واش راح يديروا بهم؟ يديروا بهم الدراهم. لذلك اي بنادم يحس في روحه باللي داخل في حكايه الزوالي، دير في بالك باللي ما كانش فرق بينك وما بين الغادي غني الا بالخدمه نتاعك، لانك باش تكون غني لازم تمد عفسه. ما كانش واحد ولا غني هكذا تكرما من الناس قلبه غني، مستحيل. مستحيل تلقى واحد في الطريق هكذا يمد لك 100000 حتى تمد له خدمه ولا تمد له عفسه باش يمد لك حاجه. سما تقدر تقول باللي الغني كادي يمد حاجه اللي عنده قيمه، ما تقدرش توك حتى واحد او يدير في عفسه مليحه ويمد تسميه انت شرير، وانت انا لانك فقط لما انك ما عندكش درام اذا انت ناس مليح. ولازم تعرف باللي هذا الضعف هو انهم عاجبهم، وينهم اللي عاجبهم؟ عاجب لي ريش. تيماجيني كيفاش دوك انت يشوفوا فيا شرير، انا كوم زعما ريش، انا يشوفوا فيا شرير وعاجبتني. دير في بالك باللي الاستغلال اللي راح يصرى في هذه انكرويابل، غير معقول. مثلا كي تشوف مثلا بابلو اسكوبار، مثلا بابلو اسكوبار واش كان يدير في مدينه ميليين في كولومبيا؟ كان يروح للطبقه الفقيره اللي ما عندهم والو، الدوله ما دارت لهم حتى حاجه، هو دار لهم الالكتريسيتي، دار لهم الملاعب تاعهم، وفر لهم زعما خدمه. ليه؟ باش يشري الذمم تاعهم من بعد، بلي انتم ناس ملاح وانا راني مع اللي ناس ملاح. لانه كما قال ايجنت بينيا اللي كان هو المسؤول على الاطاحه به، قال بلي هذا اللعبه كامل ما كانش هو ناس ملاح، هذا اللعبه كامل قال بلي شغل كان حاسبها بلي نهار طيح به نهار يجي دوموندي بنادم واحد منهم يقول لهم هاتوا لي واحد يمدوا له 400 هكذا قالها. وبابلو اسكوبار عنده واحد الحكايه مع واحد بنادم اللي كانت امه مريضه، هذا كي كانت امه مريضه وراح للدوله زعما يطلب في العون تاعها، هذا الدوله ما قالت له شحال، قالوا له ادعي لها وخلاص. ما له هو كي راح ما راحش يدعي، راح لبابلو اسكوبار ومن بعد قال لهم الدعاء تاعكم ما عاونليش الوالده، بابلو اسكوبار هو اللي عاونني. سما في نهايه الامر راح يولي يعبدوا، انه اشتغل نقطه الضعف. فيكتيم مينتاليتي ما تجيش من نقطه القوه، تجي من نقطه الضعف. لذلك اذا طحت في هذه راك معرض بزاف للاستغلال، راح تبالك بلي كما يقولوا فيك وينن، تبالك بلي شغل نجاح، شغل فيك نجاح مزيف، تبالك راك ربحت ولكن انت راك خسرت، راح من بعد راح يستعبدوك كما الجماعه اللي راهم يديروا لهم دوك ولاو يستعملوا هذا المصطلح غير باش يسوق للسلعه تاعو. في كلش وين تروح تلقى هذا الاستغلال تاع الناس هذو، وين يشوفوا الاقليه باي طريقه يستغلوها، كما يديروا في الغرب مع ال جي بي تي كيو هذوك، نهار كامل هما يسوقوا لك فيهم باللي انتم فور وانتم هايلين غير على جال باش يسوقوا لهم المنتجات تاعهم والله يستعملوهم في الاصوات تاعهم في الحملات الانتخابيه. وخموا فيها مليح.